اخر شيء نيجي هون نميز بين اللاين فولتج والفيز فولتج بالستار كونكتد لودز بالستار كونكتد سورسز. هذا ستار كونكتد سورس نرسمهم كفيزرز. انا عندي الفيز فولتج في اي هو بلس وماينس بين هون وهون بين ستار كونكتد بوينت, وعندنا كمان فيز فولتج وعندنا كمان فيز فولتج في اي في بي في سي. هاي الثلاث أسلاك, هذول الثلاث أسلاك راح يطلعوا من المولد مظبوط, واحتمال يطلع معنا هذا السلك كمان. وين الفيز فولتج؟ بين وين وين الفيز فولتج؟ بين ستار كونكتد بوينت وأي واحد من هذول الثلاثة. فهذا راح يكون مساوي لهذا, راح يكون مساوي لهذا, مساوي في الماجنيتيود, بس إيش الاختلاف بينهم؟ الزاوية. طيب إجا حد من برا المولد وما عندوش هاي النقطة وعماله براقب الفولتج بين هاي النقطة وهاي النقطة, وتطلع هاي النقطة حط الكونفنشن تبعها بلس وماينس, وهذا رح نسميه في لاين. هلا حكينا السورسز هدول بلس ماينس بلس ماينس. لو زاوية هاد كانت بالضبط نفس زاوية هاد والماجنيتيود تبع هاد نفس الماجنيتيود تبع هاد تماما, هل هدول مع بعض ولا عكس بعض رح يكونوا؟ لاحظوا بلس ماينس ماينس بلس. لو كانت الزاوية نفسها شو رح تطلع النتيجة هون؟ زيرو. مش هيك؟ بس هذول الزاوية بينهم مش زيرو, ايش الزاوية بينهم؟ 120. فراح يكون عندي V, هلا هذا راح نسميه A وهذا راح نسميه B. لاحظوا هلا V A B بتساوي V A N minus V B N, وهاي هي النقطة N. N اختصار ل نيوترال تمام؟ ف V A B بتساوي V A N minus V B N. هون بنقدر نطبق الفيزرز, نطلع على الفيزرز من هون. هاي الفيزر تبع في اي ان, هدول مش فيكتورز بس بقدر اعاملهم معامله الفيكتورز. في اي ان ماينس في بي ان, لو انه جمع ايش كان بتطلع النتيجه؟ بمد خط من هون وخط من هون بيطلع هذا الجمع, بس هذا مش جمع ايش عندي هون, فبده يكون في اي ان ماينس في بي ان. وين الماينس في بي ام؟ ايش يعني الماينس بالاي اي سي؟ ايش عمالي بضرب كاني او بالزاويه بضيف زاويه 180 درجة, فكأني باخذ في بي ان وبمده هون, باخذ نفس الطول هذا وبعكسه هون, باخذ هلا الان صار كأنه هذا بيساوي في اي ان بلس ماينس في بي ان. مش بصير اعمل هيك؟ ضربت هذا في ماينس, الان ايش بعمل؟ بجمعهم جمع. نجمعهم جمع وهاي النتيجة اللي طلعت معنا من هون. ايش هذا اسمه؟ VAN VAN و VBN minus VAN minus VBN, نفس هاي نفس اللي هون. بس انا شو بدي اقولك؟ بدي اقولك اني انا ضربته في ماينس بعدين جمعت النتيجة, مش هيك؟ فضربت انا الاخضر في ماينس وجمعت النتيجة, ايش بطلع معي هون؟ بطلع معي VAB. اول اشي نطلع على الماجنيتيود, مين اكبر VAN VBN ولا VAB؟ واضح انه في اي بي اطول من هذا. ايش العلاقه بينهم؟ جذر الثلاثه. ففي اي بي بتساوي جذر الثلاثه في اي ان وتساوي جذر الثلاثه في بي ان. ايش الفورمولا اللي ممكن استعملها بالمثلثات؟ كوساين فورمولا. لو استعملت الكوساين فورمولا بامكانك تثبت انه هذا, لانه هاي الزاويه 30 وهاي الزاويه 30 وهاي الزاويه 120, هذا الطول مساوي لهذا الطول, لأنه هذا الطول مساوي لهذا الطول وهذا الطول مساوي لهذا الطول. هذول الزاوية بينهم 120 وهذا مثلث متساوي الساقين, فصارت هاي 30 30. فإذا بتطبق الكوساين فورمولا بيطلع معك إنه جذر الثلاثة. طب الزاوية مين ليدينج مين؟ في اي ولا في اي بي؟ في اي ان ولا في بي ان؟ عم بلفوا هيك. مين اللي سبق الثاني ب 30 درجة؟ اللاين فولتج في اي بي, مش هيك؟ ففي اي بي ليدز VAN by 30 degrees. كيف يعني ليدز؟ ليش ليدز؟ هذا عم بلف هيك. العين مين بتشوف مين بالأول؟ بتشوف هذا بعدين بتشوف هذا من هون. فاللاين فولتج ليدز the phase voltage by 30 degrees, والماجنيتيود تبعه بيكون جذر الثلاثة. قديش جذر الثلاثة تقريبا؟ 1.73.